على أرض صرح رياضي عظيم ينتمي للشركة الشرقية إسترني كومباني، تقام أهم البطولات المحلية والدولية بقيادة الأستاذ هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الأمناء. هنا صالة مونديال التي استضافت خلال الأيام الماضية بطولة الجمهورية للكرة الطائرة تحت 19 سنة شباب و 18 سنة بنات، في وسط أجواء رياضية حماسية وإجراءات احترازية مشددة. وحصل على المركز الأول الرجال النادي الأهلي، وفي المركز الثاني نادي الزمالك، وفي المركز الثالث نادي سموحة، وحصل على المركز الأول سيدات النادي الأهلي، وفي المركز الثاني نادي الصيد، وفي المركز الثالث نادي أصحاب الأجياد. في لقاء حصري لمونديال أشاد الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والسادة أعضاء الاتحاد بالتنظيم الجيد وقدرة الصالة المغطاة على تطبيق أعلى المعايير الرياضية المطلوبة التي تليق بالبطولات المحلية والدولية، وكذلك حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في مونديال هول، مور ذان سبورتس هول.